مدربون عسكرياً، يمكنهم القتال في أشد المناطق حرارة وأشدها برودة، يحملون على عاتقهم مهمة الدفاع عن روسيا، ويعملون تحت أعين وزارة الدفاع الروسية. إنه لواء الدببة الذي استعانت به روسيا مؤخراً من بوركينا فاسو للدفاع عن كورسك التي تتعرض لهجوم أوكراني. فماذا نعرف عن هذا اللواء؟ أسس مطلع مارس عام 2023 ليبدأ في منتصف الشهر نفسه استقبال متطوعين لا تزيد أعمارهم على 50 عاماً ولا تقل عن 22 عاماً. هؤلاء يوقعون عقوداً مدتها 6 أشهر مقابل 2500 دولار، ويطلق عليهم الدببة نسبة إلى قوة الدب الروسي. الغرض من تأسيس هذا اللواء الدفاع عن مصالح روسيا، في حين يشير الخبراء إلى أنه سيكون بديلاً لفاغنر خاصة في أفريقيا وأوكرانيا. اتخذت دببة شبه جزيرة القرم مقراً، حيث يتلقون التدريبات العسكرية على يد متخصصين. فهل يتمكن الدببة من قلب سير المعركة في كورسك؟